بسمك انت عايشه حياه مستقره بامريكا لسنوات طويله، اكثر من 11 سنه تقريبا. بعدها رجع الحنين للوطن هو اللي شدك او ما اعرف شنو، فاجيتي لبلاد العجائب اللي نقدر نعتبره العراق. نقدر نقول هاي التشبيه صحيح؟ اي نفس الشيء بالضبط. شنو اللي بالعراق اللي تعجبتي بيه اول ما جيتي؟ حياه فرحانه، نفسيتي تتعدل من هناك يعني حياه شويه ممله عمليه. هنا لا، يعني عملية ونسة وإيشي مو روتينية. ايه؟ بدأت رحلة سفركم وأنتي بعمر صغير. سافرتوا لعمان أول شيء، وبعدها لسوريا، وبعدها لأمريكا. واليوم أنتوا عايشين يعني بين أمريكا وبين بغداد. هو إحنا مستقرين بأمريكا بس إن شاء الله تنشوف. أكو نية ترجعون لبغداد؟ ليش سافرتوا مبدئيا؟ إحنا 2002 صح؟ لا 2006. وستة سافرتوا؟ 2006. وقتها كانت الأوضاع أبد مو زينة، وصارت تهديدات وسرقت سياراتنا وهيجي، فاضطرينا بابا ودانا. كنتوا راح تنخطفون أنت وأختك صحيح؟ أي صحيح، كنا رايحين للمدرسة دي يوصلونا، بس الحمد لله وصلونا بالرجعة خطفوا السيارات وهيجي، فكان يعني الوضع كلش خطر بذاك الوقت. شفتي بعد مشاهد ما تغيب عن بالك بهاي الفترة الصعبة؟ اي شفت مرة كنا صغار كلش يعني ما ادري قبل لا نسافر اول ابتدائي هيجي ما اتذكر، يمكن حتى ما مسجلة. ماما اخذتنا انا واختي بدنا نتسوق، فبالطريق نزلت سيارة بيضة، هذا أبد ما يروح المشهد من بالي. يجي ولد يعني شاب صغير نزل بالمسدس ضرب طلقات المرة كبيرة كانت لابسة عباية وهيجي وقعت قتلها. اي وقعت وبحثها منها الدم هيجي المخ قدامكم قدام عيننا، وماما لازمتنا منها ومنها انه قدامنا كان هو شلون المخضر وهيجي لازم نعبر الشارع، كان يأشرون الماما انه لا تبكين ولا تصيحين ولا شيء، لانه اذا مثلا يشوفونا جذبت عبالهم انه احنا اقارب او شيء ممكن يعني يأذونا احنا. فظلينا هيك مثل الجامدين، ماما لا تقدر تبكي لا تقدر تصيح لا نقدر نروح نساعد نشوف، ما حد تقرب لها، وظلت واحدة يعني على الرصيف. ايه فما انسى هذا المشهد ابد. ان شاء الله هاي الايام كلها ما تنعاد.